وده حلو قوي ان الكلام ده يطلع منك يعني من راجل مش من سيده يعني. خليني اسالك، انت شايف المراه المصريه بتتميز عن اي مراه تانية في ايه؟ المصرية حضرتك بتتميز عن أي مرأة تانية بإن كسها أحمر وجميل، وإن هي بتحب الزبر الكبير، فلما بتتناك بتعمل صوت حلو جدا. يا طيب لا يعني عفوا، انا مش سامعه الكلام كويس، فانا بعتذر جدا لحضرتك. ونرجع مره تانية لحديثنا مع استاذه امال. وخليني اسالك بقى، عن كنا بنتكلم عن الاعلام الالكتروني والى اي مدى هو اصلا